مرسوم فوق جباهنا رايتك بقلوبنا وسط العيون ما يهزك يا وطن من خاننا الصغير الصغير والخاين يخون وطعنة الأبناء جدنا بهالزمن للأسف عشنا خيانة للوطن الله من طعن القريب الله لو خان الصديق الله من غدر ترابك اللي خاننا الصغير الصغير والخاين يخون مكاننا كل المحل للأسف عشنا خيانة للوطن مكساها طعنات الكريم مكسا خيانات الصديق من خاني يصغر واكبر من اللي تغذى بالفضايح الوطن اللي محتمي بالله واكبر يقدر الغادر وهو حبيبتي رتاج، أتمنى إنك تعطيني فرصة علشان أوضح لك بعض الأمور. أرجوك على الأقل فرصة أخيرة علشان ما تظلميني. أبي أشوفك اليوم لو دقايق. ألو، صباحك الله بالنور. الحمد لله نمت. اسمعين يا ريتاج، اتصل بي سالم من الفجر
يا بنت الحلال مو براقد ويلس يصيح بالتليفون من كثر ما هو يصيح صيحني وياه ما خلى فيه حال. يا لسي ترجاني يا حليل اني اقنعك تعطينا حتى لو ان شاء الله دقيقه بس تسمعين منه. وقال لي اذا مصره على الطلاق انا بنفذ لها كل اللي تباه من غير اي مشاكل، ومستعد اظهر من عندها من البيت واسير المحكمه، بس اباها تسمعني قبل لا تظلمني. رأيي أنا أنت قاعدين معاه وتسمعين يا بنت الناس. ريتاج حبيبتي أنت شو ياج؟ الحب اللي في قلبك واللي شالتنا على سالم انقلب كذا حقد وكراهية في يوم وليلة؟ ما ظنتي؟ إيش حقا ما وديت العيال المدرسة وياك؟ تراك سايرة الدوام مثل كل يوم. سعيدة بتكلم وياك شوي. خير. شو سالفتك ويا أبوك سعيد البارحة؟ أي سالفة؟ انت تعرف انت ربعك شو سويت ويا ابوك البارحه؟ لا تسالني شو السالفه، ابوك طلع من عندكم وخبرني. خوله انت تعرفين ابوي من يبطل سالفه ما يسكرها الا عقب ساعتين، وبعدين البارحه نحن كان عندنا شغل ولازم يخلص، وطول الوقت ياسين يشتغلون ساكتين. بس هو سمعكم ترمسون قبل لا يدخل، واول ما طلع بعد سمعكم، وقدامه ما نطقت بولا حرف حتى ما تكلمت وياه. شو اللي سمعه؟ والله ما اعرف، كل اللي قلتوه دولة و72 دولة وتحكمونها وما أدري شنو. خولة قولي بالتفصيل شو اللي سمع أبوي وقال لك. وليش مهتم تبي تعرف؟ يمكن فهم غلط ويصير يقوله عند حد غيرك. وشو هالكلام اللي قلتوه وخايف أبوك يوصله غلط؟ في الشغل طبعا، يعني في شو بيكون؟ مدام في الشغل يعني ما في شيء يخوف، وربعك اللي كانوا وياك موظفين. طبعا. وموظفين وما عندهم سياير؟ وين سيايرهم؟ منو قال؟ أبوك يقول البارحة ما شاف ولا سيارة عند باب البيت. تتحققين وياي ولا شو؟ أنا عمري ما حققت وياك، بس يوم بتستوي أشياء غريبة ومش مفهومة في بيتي أتوقع من حقي أحقق وأسأل. يجونك ربعك من غير سيائير ويخشون نعلهم داخل عشان ما حد يشوفهم ولا يسمع شو يقولون وش يسوون، أتوقع من حقي هني أعرف وأسأل. والله إذا بتتبعين كلام الشواب وتخريفهم فهذه مصيبة. أنا تأخرت على الدوام. ريتاج أنا وايد أشكرك إن أنتي عطيتيني الفرصة علشان وأتكلم معك. لو سمحت ادخل في الموضوع على طول بدون مقدمات. حاضر على أمرك. سبق وتكلمنا أنا وياك قبل هالمرة، ويمكن شرحت لك وقلت لك إن أهم هواية عندي هي التوثيق. أنا أحب أصور كل شيء، وكان يطري على بالك أول ما ملجنا جبت لك الكرتون اللي كان فيه ألبوماتي القديمة، وحبيت إنك تشوفين صوري من انولدت لين يوم اللي تقدمت لك فيه. حتى أتذكر قلت لي يا سالم أنا ما أتوقع إن أنت راح تجيب لي هدية أثمن وأغلى من هالهدية. قلت لك أدخل في الموضوع على طول، لا تقعد تلف وتدور. وأنا اللي قاعد أقول بصلب الموضوع، لا قاعد ألف ولا قاعد أدور. شوفت عينك يعني الموبايلات الجديدة اللي نزلت الحين تطورت وايد، وقامت تصور فوتوغرافي وفيديو، وأنا قمت أوثق كل شيء بالموبايل، ما قمت أصور بالكاميرا. يعني طلعاتنا مع الشباب، روحاتنا الشاليه البر، أوثق كل شيء وتالي أحطهم على سيديات ووزعهم على الربع علشان يحتفظون فيهم كذكرى. أنا واثق إن أنت شايفة فيديو من الفيديوهات، وأدري أي واحد شايفه، بس لا تسأليني الحين شلون دريت، بعدين راح أقول لك. لكن أحب أقول لك شيء، الفيديو اللي شفتيه صحيح. تعترفوا بكل وقاحة قدامي بعد؟ ريتاج اهدي شوي وما له داعي تعصبين، خليني اشرح لك. الفيديو صحيح من حيث الموقع اللي تصور فيه ومن حيث الناس اللي كانوا موجودين،
لكن على أرض الواقع هو مزور ملعوب فيه. بترجع تشذب وتمثل؟ رتاج بس عاد خلاص كفاية تجريح. ترى أنا ساكت ومتحمل مو علشان شيء، بس لأني أعزك وأحبك وأحترمك ما أبي أغلط. أنت قلتي لي بالتليفون إنك شفتيني بالفيديو قاعد أتكلم وحرض الشباب اللي معاي على ديرتي. قلتي لي إنك سمعتيني وأنا أقول لهم نبي نخرب هالديرة ونحاربها. لكن هالشيء هذا ما صار. ولا راح يصير ولا راح نفكر فيه في يوم من الأيام أنا والشباب اللي كانوا موجودين. تدرين ليش؟ لأن إحنا مو من جماعة الإخوان. هتشوفي. أمال فين عيسى يا شباب؟ عيسى يقول لك خذ التلفزيون ماله والرسيفر وراح باعهم سوق اليمع عقب المدريدية كشوهم من الدوري طلعوا. مو هذا الفيديو اللي شفتيه؟ طالعي. بدينا سالم؟ طعمي قاعد تحكي. حبيبي لا تلومني، انا ريال برشلوني متصدر لا تكلمني. ما جبنا الثلاثية ورصعنا فيها تاج الكامب نو. بتشوفنا بنجيب الثلاثية وبنرصع فيها تاج الكامب نو عرين الاسود وخلكم انتم. اسمع انت فرحانين مصدقين عمارهم، اقول لك فرحوا لكم هالسنتين لين ما طال عمرك نخلص المبنى الجديد مالنا عشان بنحط الكؤوس الجديده، ترى ما عندنا مكان نحطهم، روح انت وربعك الباسورنية روح حسب كم بطولات الملكي، 31 دوري 31 بطوله دوري، 9 بطولات اوروبا، طرنا عنكم فوق لين ما تلحقونا يبالكم 20 سنه. ترى طول عمرهم كذي المدريديه، كل اللي يتكلمون بالماضي سوينا وحققنا، حبيبي احنا عيال اليوم، احنا عيال البرشا، البرشا شمسه شرقت من جديد. اسمع الملكي يمرض ما يموت. زين جايكم حبيبي اللي بيمسح اسمكم بالمبيد الفتاك، اختراع المخترع جوارديولا، اسلوب التيكي تاك بقياده المايسترو الساحر ميسي، وخلكم انتم خلكم. ترى بهالاسلوب راح نكتسح الرياضه العالميه، الكره العالميه راح نكتسحها كلها، وانتم خلكم على مورينيو مالكم. بس لا يفشل. ان شاء الله ان شاء الله. شنو هذا؟ انا الفيلم اللي شفته غير عن هالفيلم، واللي سمعته غير عن اللي سمعته الحين. سيدي عندك شوفي بدال المرة مليون مرة وتأكدي بنفسك. أنا بسألك سؤال، الناس اللي بهالفيديو هم نفسهم بالفيديو اللي أنت شفتيه؟ المكان هو هو تقريبا، بس اللي شفته صورة مشوشة وصوت مو واضح، بس هالفيلم غير. لأن الفيديو هذا هو الصحيح. الفيديو اللي أنت شفتيه مزور، بس الظاهر اللي لاعب بالفيديو ومزوره واحد محترف، مشوش الصورة مو مخلي ملامحنا تبان، ما تبان حركة شفايفنا وإحنا قاعد نتكلم علشان ما تعرفين إحنا إيش قاعد نقول، وتالي ركب الكلام اللي هو يبيه. إنزين، إيش معنى يعني شكيت في هالفيلم إني شفته؟ الفيلم هذا بالذات أنا مسيفه على السي دي علشان أعطيه واحد من الشباب اللي كانوا قاعدين معانا، وقطيته بالسيارة فجأة ما لقيته، قلبت السيارة فوق حدر ما أدري وين راح، اختفى. وتدرين متى؟ لما زرتكم هني أول الشهر. تحوث من إبليس، قلت يمكن أنا غلطان، يمكن أحطه بمكان ثاني، يمكن نزلته من السيارة وأنا ما أدري. لكن لما كلمتيني وقلتي لي شايف فيديو وأنا أتكلم فيه والصورة مو واضحة، شكيت. قلت عبد العزيز يسويها، اكيد هو اخذها السي دي من سيارتي وسوى اللي سواه. معقوله وصل فيه الاجرام لهالدرجه؟ الحين انا بسالك سؤال، يعني انا صورتي كانت واضحه، صوتي كان واضح، انا ايش قاعد اقول؟ ولا كان مشوش؟ ولا شو السالفه بالضبط؟ ما ادري يا سالم، انا روحي مخي مشوش الحين. قوم معاي. وانا اقوم معك. بتاكد من شيء. ابوك وينه؟ طلع من الصبح وبيتغدى برا. ماشي.
طمنيني، شو اخبارك؟ طلبتي من سالم الطلاق؟ خليك ورا اليوم لين ما تخلصين الموضوع تنهين كل شيء وياه. بتري اتصال منك يبشرني. باي. ايه يا باشا، امورك كلها تمام؟ تمام التمام بعد. على حسب ما قالت اليوم تنهي كل شيء وياه. يا اخوان، انتوا تعرفون اهمية جمعية المعلمين بالنسبة لنا. هذه واحدة من الحصون والقلاع اللي مستحيل نفرط فيها. وصلتني اخبار ان الجماعة اللي تعرفونهم هناك قاعدين يتحركون يجمعون اصوات حق الانتخابات الجاية. هيعملوا ايه يعني؟ الانتخابات مضمونة في الجيب، ما تقلقش خالص ابو مصعب. ما في شيء اسمه مضمون يا استاذ، هذا استهتار. المضمون احنا اللي لازم نشتغل عليه. ما تنساش يا ابو مصعب انه اعداد جماعتنا في المدارس مش شوية، مدرسين ومدرسات واداريين كلهم دول بس كافيين عشان خاطر نفوز في الانتخابات، وهم مهما حاولوا يجمعوا باصوات عمرهم ما هيوصلوا لاعداد جماعتنا. ولو احنا لازم نحتاط، لازم نعرف تحركهم علشان نعرف تخطيطهم حتى لو كنا ضامنين الفوز. طب وهنستفيد ايه لو عرفنا تخطيطهم وتحركاتهم؟ احنا اللي بنستفيد انه بنخرب عليهم تخطيطهم وبنسد عليهم تحركهم. نحن ما نبغيهم يفوزون في الانتخابات بنسبة عالية، نبغيهم يفوزون بنسبة ضئيلة جدا علشان ما يشكلون قوة باكر، واذا شكلوا قوة ما حد يضمن في المستقبل انهم يسحبون كل الاعضاء المتعاطفين معانا. واذا كنا ضامنين الفوز هذه السنة، السنة الجاية ما راح نضمنها. وهنوصل ازاي بقى اللي انت قلت عليه ده؟ عندنا مدرسين متعاطفين معانا وهم يعرفونهم، بندسهم ما بينهم وبيجيبولنا الاخبار. فكرة عبقرية، روعة. وإذا عرفنا أخبارهم ساعتها يا أخوان بنضربهم الضربة اللي في الصميم بحيث ما تقوم لهم قائمة، وبتكون المدرسة هذه يا أخوان هي مقر اجتماعاتنا، والمكتب هذا هو غرفة العمليات. أنتوا تعرفون أنا شقد تعبت مع المنطقة التعليمية ومع الوزارة علشان أجيبكم هني، علشان نكون مع بعض ونشتغل في مكان واحد. هذا هو، لقيته. مصطفى؟ ايش اقول لك يا سالم؟ كل كلمات الاعتذار اللي بالدنيا ما راح تكفي ولا تغفر لي. نسيك الكلام اللي قلته لك، الحين القرار قرارك. ايش ما تفكر تسوي حد بلومك عليه، حتى لو فكرت تنفذ طلبي وهو الانفصال بعد ما بلومك.
تظل ندمانة طول عمري لأني خسرتك وما قدرت أحافظ عليك. السبب هو سوء ظني على خدعة دنيئة. تاج، أنا ما ترجيتك وقلت لك أعطيني فرصة أخيرة علشان أي أثبت براءتي قدامك وأعطيك ظهري وأروح وأخليك تحسين بالذنب باقي عمرك. أنا مو نذل، أنا أحب، واللي يحب يغفر ويسامح. أنا ما ألومك على اللي سويتي، أي واحدة مكانك كان لازم تسوي نفس اللي أنت سويتي. مجرم، قذر، حقير، أعرف شلون يخدعني. أنت شفت الفيديو كامل عنده؟ شفت شوي منه، ما قدرت أكمله من الخوف والصدمة. شنو الكلام اللي سمعتي بالفيديو؟ كلام خطير يا سالم، يودي في 60,000 داهية. سوى الكلام اللي شفته في المقطع الأول، أو الكلام اللي قاله عبد العزيز إنكم قلتوه في المقطع الثاني. باختصار، اللي انقال خيانة ومؤامرة ضد هالبلاد ومن كل النواحي، اللي يقولون ما يستحقون يعيشون دقيقة واحدة على هالأرض. يا الله، شنو هالبني آدم؟ يعني معقولة توصل فيه المواصيل إنه يطلعني خاين؟ خاين بلادي ومتآمر عليها؟ هذا لو مو لاقي السي دي بالصدفة ولاعب هاللعبة هذه كلها، كان ايش سوى علشان يفرقني عنك؟ كان قتلني مثلا؟ ما يقدر يسوي شيء، احنا اللي بنكسر خشمه. دليل براءتك عندنا. دليل براءتي قدام منو؟ قدام اي حد يودي له الفيلم. بتاج، الكلام اللي انت قاعد تقولينه واللي سمعتيه بالفيديو هذه قضية امن دولة. تدرين يعني شنو قضية امن دولة؟ وانا بروحي مو مترجع وياهم، والحين لو طاح بيدهم الفيديو هذا ايش راح يسوون فيني؟ منو راح يسمعني؟ اروح اتكلم عند منو؟ منو بيصدقني؟ يعني شنو؟ يعني عبد العزيز عرف يمسكني من رقبتي. والحل؟ ما ادري، لا الوقت في صالحنا ولا حتى الطرف. لازم نفكر في حل سريع وننفذه على طول. أمس كان عندي اجتماع مطول ويا الصقر، من ضمن الموضوعات اللي ناقشناها موضوع بدر بو ياسر. وشو رأي؟ لأن أنا بيني وبينك تعبت الصراحة من زود ما أعطيه بر مسكنة، ومثل ما قلت لك الريال شاك أن في شيء ينطبخ من وراه. والصقر من رأيه أن نرجع يشتغل ويانا شوي شوي، وفي نفس الوقت نمشي في خطتنا ونوجد البديل اللي بيحل مكانه وفي الوقت المناسب اللي بيحدده الصقر بروحه. حلو، زين انت شو رايك في طارق؟ انا اشوفه وايد زين وملتزم بالبرنامج التدريبي، يعني كل ما اجلس وياه اشوف انه عنده شيء جديد. طبعا البركه فيك، انت اللي رشحته، يعني المفروض انك تعرفه اكثر عني. لا ان شاء الله لا راح يخيب ظنك ولا ظنه فيه. المهم شو المواضيع اللي ناقشتوها ومطلوب مني متابعتها؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله بنستلم 4 مراكز تحفيظ على مستوى الدوله اللي بنوها المحسنين على نفقتهم وبأساميهم. طبعا نحن كلفنا اليمامة تحط خطة تشغيل المراكز بالتنسيق مع الرهام. صدق الرهام هذه هدية لا تقدر، طرشوها لنا الأخوان في مصر. لا فعلا، أنا كلمتني ابتسام عنها تقول احنا فعلا كنا محتاجين وحدة مثل الرهام من زمان تساعدنا. المهم خلصوا الخطة وبعطيك إياها الحين. هم رشحوا أسماء العضوات اللي بيقومون بالتدريس والتدريب، وأبغي منك أنت وبمصعب تحطوا لي اسماء الاعضاء ان شاء الله. لا تحاتي، ترى المراكز راح تخدمنا وايد. هذه 4 مراكز وخلال 3 أشهر بيعطونا بعد 4 مراكز. عاد الله يعينك على المتابعه، واهم شيء نوفر لهم الامان علشان ربعنا يشتغلون براحتهم ان شاء الله. امرك لا تشيل هم، تعرف اخوك زين، دوم جاهز. يلا في امان الله.
هذا توني تقولون عندكم شيء ضروري، شنو خير؟ والله يا عمي ما أدري شو أقول لك، يعني ما أدري إذا هو خير ولا مو خير، ما أدري. ها إيش صاير يا سالم؟ الظاهر مثل ما قالت رتاج، الظاهر أنا منحوس. منحوس؟ منحوس إيش فيه؟ عمي بعد إذنك، إحنا ودنا نأجل موعد زواجنا. ليش؟ السبب؟ الله يسلمك، استجدت شوية الظروف عندي في الشغل، و يعني فكرنا أنا ورتاج عقب ما تناقشنا إن محتاجين نأجل الموعد شوي. شنو هالظروف هذه اللي تخليك تأجل زواجك؟ شنو هي؟ عمي إحنا متعاقدين في المؤسسة عندنا على استيراد أجهزة حساسة وجديدة من أستراليا. فالله يسلمك، المعتمدين اللي يقدرون يستلمون هالأجهزة مهندسين اثنين بس في المؤسسة، أنا وزميل لي. والمشكلة أنه لازم نسافر أستراليا علشان ناخذ دورة على التشغيل والصيانة. الدورة تبتدي بعد 3 أيام، وللأمانة أنا يعني ما لي شغل بالموضوع، المفروض اللي مستلم المهمة هذه زميلي، لكن قدر الله وما شاء فعل والريال سوى حادث، والحين هم متعور ومنومينه في العناية المركزة. فالمؤسسة كلموني على طول، قالوا لي أنت البديل، يعني لازم تروح مكانه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زين، هالدورة هذه ما تأجل؟ لا عمي ما تأجل، لأن الشركة الموردة حاطة تاريخ محدد لكل المؤسسات اللي شروا الأجهزة حول العالم. زين، هم ما يدرون مؤسستك أنك مقدم إجازة زواج؟ بلى عمي يدرون، أنا قايل لهم وحاولت أعترض على القرار، لكن هم هددوني، قالوا لي يا تروح الدورة يا تخسر وظيفتك. ما حد يرضى أنك تخسر وظيفتك يا أيوة، لكن الزواج هذا بعد تأجل وايد يا أيوة، تأجل وايد. شو رأيك يا أيوة؟ والله ما أدري يا أيوة، أنا من قال لي سالم عن هالخبر الصراحة انصدمت، وقلت له عاد إنه لازم أتي ونقعد مع أبوي. مسكرة يا أيوة، مسكرة من كل صوب، يا وظيفته يا زواجه. أول اثنين يا عمي، وظيفتي وزواجي، بس إذا أجلنا الزواج. سالم، لو قلت لك إنها تزوجوا الحين وخذ زوجتك وروح أنت وياها، هي ما عندها لا دوام ولا عمل، إن شاء الله تمون سنة، خصوصاً تقول بسرعة لي هناك. لكن القضية مهني، أنا تقول ما عندك إلا 3 أيام. يا ليت 3 أيام يا عمي، يومين والثالث تبتدي الدورة. يومين؟ ما أقول إلا كل تأخيرة فيها خيرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خلاص يبا، باج قدامكم حل ثاني. عن إذنكم، عمي أنا شرحت لك الوضع كله، شوفت عينك أنا ما بيدي شيء، يا ليتك تقعد مع رتاج وتكلمها وتحاول تهون عليها. أنا اتفقت مع سالم على الطلاق يا عبد العزيز، بس هالموضوع لازم يتم بهدوء، ما نبي صحة أبوي تتأثر، وسالم بيسافر استراليا بحجة إنه عنده شغل وبتنقطع أخباره، وعقبها برفع عليه دعوة تفريق. وليش الفيلم الهندي هذا كله؟ ليش المماطلة وتضيع الوقت؟ يطلق والسلام.
أي ظروف وأي بطيخ. أنت الظاهر تبغيني أودي الشريط لإجهازة من الدولة. أرجوك يا عبد العزيز، قدر الموقف اللي أنا فيه. أنا قلت لك ما بصحة أبوي تأثر، وما ببعد اسمي يربط بقضية أم دولة. الريال قال بيخلص الموضوع بهدوء وبدون مشاكل، بس أنا اقترحت عليها الاقتراح علشان الأسباب اللي قلتها لك. ما علي يا عبد العزيز، كلها شهرين بالكثير، وإذا كنت خايف من القضية اللي برفعها عليه إنه بتاخذ وقت، مو بلازم قضية. أنا متأكدة إذا طلبت الطلاق ما بيمانع، بس بالأخير كل هذا محتاج تمهيد لأبوي. مشكور يا عبد العزيز، ما بنسى لك هالموقف. مع السلامة. مبروكين، مبروكين. لقد انفرط عقد ومصباح الحكام العصاة الفجار، ومن يحكمون بالحديد والنار. لقد سقطت أول خرزة، الحمد لله، أولى عواصم ثورات الربيع العربي سقطت وأصبحت بأيدينا يا أخوان. لقد أشرقت شمس الإخوان المسلمين. نعم يا أخوان، هذا زمانهم أطل وسيحكمون. إحنا منتظرين النصر الأكبر اللي بيفتح لنا أبواب النعيم، منتظرين العرس الأكبر اللي بيزفنا على العالم. مصر مشتعلة، حكم مصر قوة، قوة عظمة. وإذا سقطت مصر وحكمناها ما بتوقف أي عاصمة عربية قدامنا. النظام في مصر خلاص يودع يطلع في الروح، ويات الضربة القاضية وبيسقط بإذن الله، وجماعة الأخوان هم اللي بيبون أجله. كلامك صحيح، الثورة انطلقت شرارتها في 25 يناير، لكن بدايتها الحقيقية كانت في 28 يناير، عقب ما جماعة الإخوان حركوا جموحهم ونزلوا الميادين واحتلوها بذكاء وبتوقيت مناسب، وهذا خلاهم يجبرون الكل اللي يتبعهم ويمشي وراهم. نعم، إخوان مصر هم الوحيدين القادرين على قيادة شعبها، والنصر قادم لا محالة. حياك الرتاج، تفضل يا أبوي. آسفة يبا قاطعتك، أدري أنك مشغول، بس قلت لازم أبشرك. دام فيها بشارة حيات شوفة حيات، اعتبريني ما عندي شغل. أنا تدرين الكمبيوتر أجاب له كل شهرين 3 أشهر مرة، ولا قعدت ما أطول أكثر من ربع ساعة. حيات شوفة حيات، يلا قولي لي شنها بشارتك. البشارة الأولى كلمتني إيمان وقالت لي إن المكتب الصحي في سنغافورة حجز لك موعد مع الدكتور للمراجعة، وبيكون إن شاء الله تاريخ 13/2، وطبعاً إحنا سفرتنا قبلها بيوم، وبكرة إن شاء الله سعود بيروح وزارة الصحة وبيخلص كل الإجراءات. إيمان تعتذر لأن الخبر عندها من الظهر، بس ما قدرت تخبرنا لأن كانت مشغولة في مركز إعداد القادر. الله يعطيها العافية، الحمد لله الأمور تيسرت إن شاء الله. الحمد لله، والفضل كله حق هالاثنين هذيل، والله ما قصروا. أنت يا سعود وأنت يا إيمان، عادي بقى المفروض أن احنا نعتذر لهم لأن تعبناهم وايد ويانا من أول طيحت إلى اليوم. البشارة الثانية تصل فيني سالم من شوي ويقول خلاص فرجت، إن شاء الله راجع البلاد تاريخ 20/3، وطبعا انت من زمان تنتظر هالخبر. اكيد، بس هالمره بيرجع ولا حكي؟ اكيد اكيد يا يبا. الله يبشرك بالخير، اليوم الاخبار المفرحه تينا من كل صوب. الحمد لله، ان شاء الله دوم. هي ما بقى طول الله هدي، يعني قال لنا دوره في استراليا 3 أشهر، اتصل عشان يقول بعد مددوا الدوره 3 أشهر، صار 6 أشهر، يعني المرة الثالثة وقال لنا بعدها 3 أشهر مددوا الدورة، صارت كثر الحين، يعني إذا يرجع بشهر 3 يصير له 9 أشهر وهو برا. هانت يا يبا، بيتم الزواج إن شاء الله، وبتفرح ببنتك، بس عقب ما نرجع من سنغافورة ونطمن عليك،
وبتصير الفرحة فرحتي. الحمد لله، عسى إن شاء الله، عسى يا يبا. دام الحين تأكدت ردة سالم، أنتوا تكلمتوا بموضوع العرس ولا لا؟ بلى، وطلب مني أخذ موافقتك على التاريخ. زين، ومتى حددتوا هالمرة؟ لا تقولين 1/7 تاريخ ميلاده. يبا أنتوا مخلصين كل شيء ومجازين أموركم كلها، ما بقى إلا أنكم تسوون حفلة العرس. لا تحاتي يبا، هو أصلاً مستعيل أكثر منك. اختار تاريخ 5/5. أنا لله وأنا إليه راجعون، هم رد للأرقام المميزة. وين وعلي مسكين. أول مرة يختار تاريخ، ترى 3 مرات اللي طافوا كنا إحنا اللي نختار، مرتين أنت وأنا مرة. على بركة الله، الله ييسر أموركم ويسهلها إن شاء الله. اللهم آمين. وفي موضوع يبا بعد أبي أكلمك عنه، بس ما بيك تستغرب منه. قولي يبا شنو؟ إحنا الحمد لله ترتبت سفرتنا لسنغافورة وبتكون بإذن الله 12/2. بس يا يبا هالمرة نبي نسافر ويانا عبد العزيز. عبد العزيز يسافر ويانا؟ عقب ما سووا هالمصايب هذه كلها؟ ما علي يا يبا، خلنا نكسبه في صفنا ونقربه منه أكثر. يعني يا يبا احنا ما نبي نحسسه ان احنا حاطين له العداوة، صدقني بيسوي لنا مشكلة عودة وبيخرب زواجنا مرة ثانية. يخسوي عقب، هذا ما شاف مني الوي الثاني. زين ليش نوصل لهالمواصيل؟ انت الحكيم يا يبا. حكيم؟ لكن ماني جبان. اللي خوفني عبد العزيز آخر عمري. لا عبد العزيز ولا 1,000,000 واحد منه يخوفونك. أنا ما قصت كذي، بس عبد العزيز ما بيحسب أنه انتصر عليك، خصوصا يوم أنت طحت في المستشفى وبغينا نسافر وهو كان متحمس، بس أنت اللي منعته. ويوم أنا استنجت فيهم ما شاء الله عليهم ما قصروا، وهو وعمتي يوننا على طول. صدقني يا يبا هالمرة إذا طلبنا منهم بيتشوفها كبيرة وبيعرف أنك راضي عليهم قدره. رغم أني ماني مقتنع باللي قلتيه، لكن اللي تشوفينه يا يبا اللي تشوفينه. ثورات الربيع العربي هذه فرصة تاريخية ما تتعوض، هذه جايتنا على طبق من ذهب ولازم نستغلها أفضل استغلال. هذا الكلام صحيح، إذا ما تحركنا في المرحلة هذه عمرنا ما بنتحرك. هذا هو الوقت المناسب للتغيير. هذا فرض علينا، لازم تقود الجماعة المسيرة وبقوة، وإذا راحت علينا هالفرصة يا جماعة تراها ما بترجع. لازم نتحرك وبشكل قوي، واللي يصير يصير، يعتقلوننا، يسجنوننا، يضربوننا، يقتلوننا، هذا هو الوقت المناسب للتغيير والاستقلال. أنا في البداية أشوف إن نحن نضغط على الحكومة نقدم بعض الطلبات تحت شعار حقوق عيال البلاد. طبعا في أشياء وايدة نقدر نطالب فيها، وبهالطريقة نحرج الحكومة قدام الشعب وقدام العالم كله. ونعم الرأي، وإذا الحكومة ما سمعت ونفذت كل مطالبنا ساعتها نقدر نتحرك. أنتوا تعرفون أن الحكومة ما بتنفذ شيء وبيماطلون وبيقولون نحن بعيدين عن ثورات الربيع العربي، وأن الحكومة وفرت للمواطن الحياة الرغيدة واللي يتمناها، وأن كل أحلامه مجابة هني. مفرين حق ناس وناس، بس أكيد بنلاقي أحد من أهل البلاد يوقف ويانا ويدعم تحركاتنا. يا جماعة احنا لازم نستغل الفرصة هذه أفضل استغلال، ما بس نحرج الحكومة مثل ما قال الأخ بدر، لازم يكون هدفنا أكبر، إسقاط الحكومة. كل الكلام اللي تفضلتوا فيه مهم وفي مكانه، بس علشان يتنفذ صح ونحقق اللي نبغيه لازم يكون عملنا منظم ومدروس، ونستفيد من ثورات الربيع العربي. لازم نختصر الوقت، لأن لو طال مع الأيام بيموت تحركنا. لازم نبدأ بقوة ونضرب ضربتنا ونفاجئهم، علشان ما نعطيهم فرصة يتصرفون أو يقدرون يسيطرون على تحركاتنا ويخمدون نار ثورتنا. أنا اقترح تشكيل لجنة منا نحن كقيادات ترسم خريطة تحركنا للمرحلة القادمة وتشرف على تنفيذها. أنا أيد هذا الاقتراح، واقترح بعد أن نسمي هذه اللجنة لجنة العدالة والكرامة، وأعتقد أن الناس بتكون في صفنا، لأن الناس هالأيام تدور من يحقق لها العدالة الاجتماعية. ساعتها ما بيكون في شيء ناس وناس وهالخرابيط ما بتكون موجودة،
وبعدين بنكون حققنا للناس كرامتهم. أنا أيد هالاقتراح، لجنة العدالة والكرامة، اسم مؤثر ومؤبر، ولا شو رأيكم يا جماعة؟ موافقين. الموضوع الثاني المهم واللي يحتاج منا وقفة، الأخبار اللي وصلت للأخ يوسف وبلغني فيها إنهم بيسحبون منا مقر جمعية الإصلاح، وهذا المقر الرئيسي للتنظيم في هالإمارة، والأخبار تأكد إن القرار بيصدر من الحاكم قريب. حتى وين صدر من الحاكم ما يهمنا، كله ولا هالمقر اللي انسحب بتكون ردة فعلنا قوية، حتى لو إننا ننظم مظاهرات في الشوارع ونقلب الدنيا في الداخل وفي الخارج. هذه جرأة منهم مو محسوبة صح، وبالذات في هالتوقيت. إحنا ما لازم نتهاون، لازم نضرب بيد من حديد. هذه مسألة وجود، إذا انسحب منا مقر جمعية الإصلاح وسكتنا بنفقد ثقتنا في الشارع، وساعتها الناس ما بتثق فينا وما بتقوم لنا قيام اليوم الدين. نحن صحيح اتفقنا نشكل لجنة ترسم خريطة تحركاتنا، لكن أنا من رأيي في حالة أنهم صادروا المقر تكون هذه الشرارة اللي تشعل حريق الثورة في هالبلد. كلامك صحيح، خلوا سحب مقرنا بداية لثورتنا، بس لازم كل شيء يكون محسوب، يعني دارسينه ومرتبينه. أنا في رأيي لجنة العدالة والكرامة لازم تتشكل الليلة وتجتمع في أقرب وقت وتحط خطتين، خطة الأولى عادية اللي نمشي على أساسها، والخطة الثانية خطة الطوارئ إذا قرروا يسحبون عنا المقر. متفقين، خلونا نقترح الأعضاء للجنة العدالة والكرامة. لحظة بس قبل لا نقترح، السلام عليك يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت حاضر ويانا الاجتماع؟ حاضر. ما في شيء من اللي قلناه أثر فيك وخلاك تحس أنك واحد من قيادات هذا التنظيم وعليك واجبات؟ بتسمعوني إذا تكلمت وما بتقاطعوني؟ تفضل يا دكتور، ما حد بيقاطعك. أنا متفاجئ ومصدوم الكلام اللي سمعته هذا كله، عدالة وكرامة، ثورة وجهاد، تغيير وتحدي لقرارات الحكام. حسستونا كأننا نحن عايشين في نار جهنم ومبطايقين عيشتنا، وكأن حكامنا هذيل سيافين وجلادين. تبون العدالة؟ لازم نكون عادلين مع نفسنا بالأول، لازم نقول اللي لنا واللي علينا، ما نكون جاحدين وناكرين. احنا ولله الحمد عايشين في بلد في خير ونعمة، يحسدوننا عليها وايدين. صح هناك في أخطاء ومشاكل، صح هناك في أمور محتاجة إلى إصلاح، ولكن دورنا نتوجه لأولي الأمر بالنصيحة بما بين إيدنا وعقولنا وقلوبنا من كتاب الله وسنة نبيه، وبنثور ونعلن العصيان على الحكام ونخالف شرع الله. اللي انتوا ناويين عليه هذا اسمه انقلاب. انتوا منو عشان تكونون بديل لهالحكام؟ انتوا منو عشان تكونون بديل للحكومة؟ انتوا منو عشان تحكمون هذا البلد؟ انتوا الظاهر نسيتوا نفسكم وعديتوا كل الحدود. احنا منو؟ نحن نسينا نفسنا. يا وطن مرسوم فوق جباهنا، رايتك بقلوبنا ووسط العيون. ما يهزك يا وطن من خاننا، الصغير الصغير والخاين يخون. وطعنة
جدنا بهالزمان للأسف عشنا خيانة للوطن. الله من طعن القريب، الله لو خان الصديق، الله من غدر الولد. ملحق بدمنا ترى وباروقنا، والسما والبحر وترابك حنون، والوطن اللي سكن بقلوبنا في ثرى العليا وعلى شعبه يمون. ما يهز ترابك اللي خاننا الصغير الصغير والخاين يخون. سكاننا كل المحل للأسف عشنا خيانة للوطن، مكساها طعنات الكريم، مكسا خيانات الصديق. أكبر من اللي تغذى بالفضايح، الوطن اللي محتمي بالله وأكبر، يقدر الغادر وهو